السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا راح نبلش ان شاء الله بمحاضرات دكتور واسب. بالنسبه للبايوكيمستري اللي هو طبعا على الليبيد ميتابوليزم، زين، فاول راح نجي نتكلم على السينثيسيس اوف ليبيدز او تصنيع الدهون او الفاتي اسيد، زين زين. او قبل لا نحكي بتصنيع الفاتي اسيد، شنو الغرض اصلا من تصنيعهم؟ ليش احنا بدنا نسوي ليبيد؟ شنو فائدتهم بالجسم؟ طبعا اهم فائده لهن هو طبعا خزن الجلوكوز، لان يعني الجلوكوز اذا ظل موجود مثلا حرب الدم راح يستهلك كله، فانا هذا الجلوكوز اريد احافظ عليه ومن احتاجه استخدمه. فش اسوي له انا الجلوكوز؟ اقول له تعال حبيب، تعال تعال خل احولك ليبيد. فهذا راح يصير. اوكي، هذا الغرض من تكوين الفاتي اسيد بشكل اساسي. يعني هي لها فوائد اخرى مثل حراره الجسم وكذا، بس هاي احد يعني الاشياء الاساسيه جدا بتكوين الفاتي اسيد، انه نحول الجلوكوز او يعني هو مصدر الطاقه هذا نحوله الى ليبيد واخزنه بالجسم مالتي. عاد من احتاج اني جلوكوز ممكن اطلع الليبيد هذا من الجسم وارجع جلوكوز واستخدم الطاقه مالته، او ممكن الطاقه اصلا احصل هو من الدهن نفسه. اوكي، الليبيد وبشكل عام الغرام الواحد من الليبيد، كل واحد غرام زين، واحد غرام من الليبيد يعطيني 9 كالوري، زين. بس 1 غرام من الجلوكوز شو يعطيني؟ من الجلوكوز يعطيني 4 كالوريز، زين. يعني نحول الجلوكوز الى الليبيد احسن، نحول احسن اول شيء حتى نخزن الطاقه، ومن احتاجها انا استخدمه. وهم الليبيد بنفس الوقت يعطيني طاقه اكثر من الكربوهيدرات، زين. فهو هذا الغرض هو من احنا نسوي الفات او الدهون، زين. اوكي، خلينا نجي نتكلم هسه عن المحاضرة. يقول فاتي اسيد ار سينثيسيس باي اكسترا ميتوكوندريال سيستم، يعني التصنيع الليبيد يتم خارج الميتوكوندريا، مو داخلها. اوكي، ما يتم تصنيعهم داخل الميتوكوندريا، انما اكسترا ميتوكوندريال، يعني عن طريق سيستم موجود خارج الميتوكوندريا. وهذا السيستم هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن انزيمز. اوكي، انزيمز هي مسؤولة عن تكوين الفاتي اسيد، زين. هاي الانزيمز ايش راح تسوي يا شبابنا؟ راح تسحب الستريت. الستريت من جاي لي؟ جايني من الاسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي من جاي؟ من البايروفيت، والبايروفيت من جاي؟ من الجلوكوز. فالجزيئه اللي بدت هالعمليه هي الجلوكوز. الجلوكوز عاد راح يتحول بعدين الى اسيتيل كو اي، زين. اسيتيل كو اي راح ندخل بعدين دوره ستريت او دوره كريبس، راح نحصل ستريت. والستريت شبابنا بعدين ايش راح يصير له؟ راح يطلع برا الميتوكوندريا، وعن طريق انزيمات راح يتحول الستريت الى مايس الى ليبيد، اوكي، او فات. بس هذا السنثسيس مالته وين صار؟ مالت الليبيد خارج الميتوكوندريا، زين. فالسيستم المسؤول عن تكوين فات هو انزيمز موجوده خارج الميتوكوندريا، وراح نوضح ان شاء الله خلال المحاضره، زين. Most mammals, glucose is the primary substrate for lipogenesis. مثل ما قلنا بالبداية، قلنا glucose يصير pyruvate، pyruvate يصير بعدين acetyl CoA، بعدين وراء acetyl CoA حيصير citrate، وراء citrate راح أحصل شنو قلنا؟ راح نحصل بعدين راح نحصل الفاتي مالتنا والدهن، زين. فهو البريكيرسر، من البريكيرسر للليبوجينيسيس. ليبوجينيسيس معناته عملية تصنيع الدهن. من البريكيرسر مالته او من هو البرايمري سبستريت، زين، من هو الجزيء الاولى اللي حتبدي هاي السلسله مال العمليات مال تحويل السكريات الى ليبيد، اللي هي من هي؟ الجلوكوز، زين. الجلوكوز هو يعتبر ايش؟ يعتبر البرايمري سبستريت او يعتبر البريكيرسر مالتي فور ليبوجينيسيس. هاي ملاحظات مهمه. Crucial diseases of the pathway haven't reported in humans. هذا الباثوي مال تحويل الجلوكوز الى يعني دهن ما شافوا بيه فد مشاكل يعني وراثيه او مشاكل معينه، ما بهم اي مشاكل يعني بالهيومنز، زين. ماكو لحد الان اي مشاكل مكتشفه بيه، زين. هاويفر، بس بشكل عام ممكن يصير عندنا انهبيشن للليبوجينيسيس، اوكي، اكر ان تايب 1 انسولين اندبندنت، زين. زين، شنو علاقة الانسولين؟ ليش الانسولين ايش دخله هنا بتصنيع الدهون؟ الانسولين شبابنا يعتبر محفز
لتكوين الفاتي أسيد، شلون محفز؟ لأن هو يقدر يحفز إنزيم معين، وهذا الإنزيم راح يساعد بتكوين الفاتي أسيد، بعدين راح نتكلم عنه. فالمهم الإنسولين له دور مهم في السينثسيس أوف ذا فاتي أسيد. زين، فأنت تخيل عندك مريض ديابتس سكري، عنده تايب 1، تايب 1 يعني عنده نقص بالإنسولين، فبما أنه عنده نقص بالإنسولين فراح يصير عنده مشاكل بتكوين الدهون، فراح يصير عنده مشاكل اوبيسيتي وغيرها يعني. اوكي، او ممكن هم مالتي احد المشاكل، ممكن يصير عنده مالت البيشنت مالتني يصير عنده انسولين هوايه، زين، فاحتمال كبير يصير عنده اوبيسيتي همات كلش عالي. زين، فهذا هو بالنسبه لاول سلايد بالمحاضره. نروح على ثاني سلايد. ثاني سلايد برودكشن اوف مالونيل كو اي the initial controlling step in the fatty acid. زين، يقول لك bicarbonate as a source of CO2 is required in the initial reaction for carboxylation of acetyl CoA to malonyl CoA. زين، عندنا احنا مو عندنا acetyl CoA، عندنا هذا ال acetyl ايش CoA. هذا acetyl CoA يقول لك اذا ضفت له CO2 اللي هي مجموعة كاربوكسيل، ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى المالونيل، مالونيل كو اي. زين، اوكي، زين، هسه تحول الاسيتيل كو اي مالتي الى مالونيل كو اي. بعدين اقدر يقول لك عن طريق، طبعا عن طريق انزيم. زين، عن طريق انزيم اللي هو طبعا اسمه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز. بس شنو نحتاج ايضا اي تي بي، لازم عندنا اي تي بي. بوجود الاي تي بي وهذا الانزيم اللي اسمه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز راح يتم تحويل الاسيتيل كو اي الى مالونيل كو اي. زين، حلو. اسيتيل كو اي كاربوكسيليز هاز ا ريكويرمنت فور فيتامين بايوتين. ذا انزيم از ا مالتي انزيم بروتين كونتيننج ا فيربل نمبر اوف ايدنتيكال سب يونتس ايش كونتيننج بايوتين. شنو معنى هذا الحكي اللي يحكي؟ يقول لك هذا الانزيم اللي هو الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، ايش بيه هذا؟ هذا يقول لك يحتاج وجود البيوتين، هذا عباره عن فيتامين اسمه البيوتين. زين، هذا الانزيم بشكل عام يا شباب انه هو يعتبر مالتي انزيم. مالتي انزيم يعني يسوي اكثر من فانكشن، يعني له وظيفه واحده معينه مثلا كاربوكسيليشن، وظيفة الثانية إلى أيضا إلى وظيفة الثالثة، يعني ما يسوي بس عملية واحدة، يسوي مجموعة عمليات. زين، هذا هو معنى المالتي إنزيم بروتين. زين، بعد إيش يقول أيضا؟ يقول عنده identical subunit. زين، يعني هو يتكون من جزيئات متشابهة. زين، وبكل جزء راح نشوف البيوتين، بكل ما يعني جزء بي هذا الانزيم راح نشوف الفيتامين مالت البيوتين موجود. زين، وشنو اسم هذا الانزيم؟ الا طبعا اكثر من اسم، يسمونه البيوتين كاربوكسيليز، هم يسمونه بيوتين كاربوكسيل كارير بروتين، ويسمونه ايضا ترانس كاربوكسيليز. كلهن الغرض منهن هو كاربوكسيليشن، يعني كلهن نفس الاسم لنفس الانزيم. اوكي، نفس الانزيم، يعني كلهن تسمية أسماء ثانية للإنزيم. وظيفة شنو؟ كاربوكسيليشن. أوكي، كاربوكسيليشن أو بمعنى آخر نضيف CO2. أوكي، زين، يضيفا مجموعة كاربوكسيل. حلو لا مو حلو؟ حلو. The reaction بشكل عام، هذا التفاعل مال كاربوكسيليشن يقول لك بيه خطوتين. الخطوه الاولى كاربوكسيليشن اوف بيوتين، اول شيء البيوتين راح نضيف له مجموعه كاربوكسيل. زين، وبوجود الاي تي بي. اثنين، هسه خلصنا اولا، نروح على اثنين ترانسفير اوف كاربوكسيل تو ذا اسيتيل كو اي تو فورم مالونيل. ثاني شيء راح ننقل هاي الكاربوكسيل من البيوتين المن الى الاسيتيل كو اي حتى يتكون المالونيل كو اي، مثل هسه ما راح نشوف بالمعادلات مالتنا. عندنا هسه المعادلة مالتنا، هاي المعادلة، شوفوا شباب، عندنا هذا الاسيتيل كو اي، هذا الاسيتيل كو اي ستراكشر مالته هيك ينكتب سي اتش 3، يعني هاي مجموعة اسيتيل. نكتب اول شيء مجموعة الاسيتيل هاي سي دبل بوند او مرتبطة
بأس اللي مرتبطة بشنو؟ بكو اي. هذا شنو هذا؟ هذا الأسيتيل كو اي. وين مجموعة الأسيتيل؟ هاي. أريد أقول لكم على ملاحظة مهمة، إذا تعرفون الفرق بين الأسل، شنو الفرق بين أسل؟ عندنا أسل، عندنا أسل وعندنا أسيتيل، شنو الفرق بيناتهم؟ هذا أسل هو هيك الصيغة العامة مالته، سي دبل بوند او وعنده ايش؟ ار. اما هذا هم يشبه هم سي وهم دبل بوند او، بس هنا الار مالته دائما سي اتش 3. زين، فهذا هو الفرق بين الاسل، هذا الاسل وهذا الاسيتيل. الاسل هو كاربونيل مرتبطه بار، الاسيتيل كاربونيل مرتبطه بمجموعه مثل. زين، فهاي ملاحظه كلش مهمه. زين، فهسه هنا مثل ما نشوف هاي المجموعه شنو هي، هسه المشرحه بالدائره اني هاي، هاي شنو هاي؟ هاي المجموعه اسل، العفو اسيتيل، هاي اسيتيل جروب. زين، ليش؟ لان عندنا هاي سي دبل بوند او ومن هنا عندي المثل، فهذا شنو اسمه؟ أسيتيل، ومرتبط بشنو؟ مرتبط بكوي. إذا المركب شنو اسمه بشكل عام؟ أسيتيل كوي. زين، هذا الأسيتيل كوي شو راح يصير له بوجود هذا الإنزيم؟ مثل ما نشوف هذا الإنزيم مالتنا، خلينا نكتب بالأحمر أحسن، بوجود هذا الإنزيم مالتنا، هذا الإنزيم شوفوا عنده بيوتين، والبيوتين إيش حصل؟ حصل هاي المجموعة مال سي أو 2، مين حصلها؟ من البيكربونات. البيكربونات زين شبابنا ويا ال ATP ايش راح يصير؟ راح يعطي CO2، راح يعطي CO2 من هو البيكربونات. الما راح يعطيها، حيعطيها للبيوتين. زين، حيعطيها للبيوتين، فهذا هو مصدر CO2، مصدرها من هو البيكربونات. اوكي، زين، بعدين ايش راح يصير؟ ايش راح يصير هسه؟ عندنا هاي مجموعة الـ CO2، وين حتروح؟ راح تروح للأسيتيل كو اي. زين، حتجي هنا أنا بالضبط يم الـ CH3، حترتبط بيها. باعوا الـ CH3 ايش فقدت؟ فقدت هيدروجين، فمن حيعوض هاي الكربون؟ الكربون لازم أربع ارتباطات، فهو هسه فقد هيدروجين يحتاج ارتباطه، فحيرتبط بالـ CO2 مثل ما نشوف. هاي هنا أنا ارتبط بالـ CO2 وصار عندنا شنو؟ مالونيل كو اي، وهنا أنا أسيتيل كو اي بوجود هذا الانزيم ابو البيوتين. والبيوتين من اخذ السي او 2 من ال قلنا من البيكربونات. اوكي، سو بي اوير اوف ذات، ذيس از ان امبورتنت نوت تو بي ايش كونسيدرد. اوكي شبابنا، هسه نجي هنا على هاي المعادلات الجميله. هاي المعادلات السينثسيس، معادلات السينثسيس، هاي المعادلات يعني ما بيها شيء، ان شاء الله هسه ما حنشرحها. عندنا هسه هذا الاسيتيل اي اس بي اللي هو نفس اظن نفس الاسيتيل كو اي نفسه هو. باعوا اسيتيل كو اي، كان عندنا اول شيء اسيتيل هذا سي اتش 3، خلينا نصغر الخط شويه. كان عندنا سي اتش 3 اوكي، مرتبطه بسي دبل باوند او، مرتبطه بايش؟ اس اي اس بي. حلو، زين، بعدين ايش راح اسوي انا هالجزئيه؟ راح افعل ويا المالونيل، هذا المالونيل مالتنا. زين، راح تتفاعل ويا المالونيل. والمالون شو الستركشر مالته؟ هو نفس الاسيتيل، بس فرق انه بدل سي اتش 3 يحتوي على سي اتش 2 مرتبطه بايش؟ مرتبطه بمجموعه سي كاربوكسيل. فهو هم سي دبل باوند، هم سي دبل باوند هنا، هم مرتبط باس، وهم مرتبط باي اس بي، ومرتبط هنا مرتبط بي سي اتش 2 اللي مرتبطه بشنو؟ بسي او او سي دبل سي او 2 مثل ما نشوف هنا. اوكي، تشوفون الفرق شبابنا؟ الفرق بس بهاي المجموعة.
عندي هالمجموعه وعندي هاي، هنا الفرق عندي. زين، فراح يتفاعلون ذول اثنيناتهم. ايش راح يصير نتيجه هذا التفاعل الكوندنسيشن؟ راح تطلع مجموعه السي او 2. اوكي، حتطلع السي او 2، يعني هسه هاي المجموعه اللي مأشرها بالاسود اني، هاي راح تطلع سي او 2، وهاي الاي اس بي من هنا هم راح تطلع. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كوندنسيشن، يعني هذا المركب راح يرتبط ويا هذا، كوندنسيشن راح يفقد هذا الاي اس بي، وهذا الجو راح يفقد السي او 2، وراح يرتبطون سوية عن طريق كيتو اسيد سينثيسيس. هذا الانزيم كيتو اسيد، هو من اسمه كيتو اسيد سينثيسيس. خلينا نمسح زين شويه. كيتو اسيد سينثيسيس يعني حيسوي لي هم كيتون وهم اسيد. زين، فوان انا وين مجموعه الكيتون مالتي؟ هاي مجموعه الكيتون مالتي، شوفوا شلون كولها. هاي مجموعه الكيتون، وعندي مجموعه الاسل هاي، او الاسيت بالضبط هي. زين، فهو قدر يكون لي، بما انه قدر يكون لي كيتون واسيت اسل او اسيتل يعني، فراح يصير اسم الانزيم كيتو اسيتل سينثيسيس عن طريق ارتباط الاسيتل اي اس بي ويا المالونيل اي اس بي. زين، اوكي. زين، بعدين ايش راح يصير عندي؟ اوكي، ثاني تكون عندي هذا المركب، راح يجي كيتو اسيل ريدكتيز. هذا كيتو اسيل ريدكتيز. زين، هذا الكيتو اسيل ريدكتيز من اسمه ريدكتيز، يعني حيسوي لي اختزال. اختزال يعني اختزال، شنو الاختزال؟ اختزال يعني يضيف ايش؟ يضيف اتش او يسحب اكسجين، والاكسده بالعكس. فهنا ريدكشن عندي يعني راح يضيف هيدروجين، فهو هذا اللي سواه، ضاف للاكسجين هنا انا بهالمكان، ضاف للاكسجين ايش؟ ضاف لها هيدروجين، وضاف الكربون همات هاي، ضاف الهيدروجين هنا انا الكربون وهيدروجين للاو. زين، فصار عندي هاي عمليه الريدكشن. بعدين ايش راح يصير عندي؟ هسه تكون عندي هذا المركب اللي اسمه 3 هيدروكسي بيوترال اي اس بي. زين، اللي هو من جالي من الريدكشن اوف الاسيتو اسيتيل اي اس بي. زين، بعدين ايش راح يصير؟ راح يصير عندي دي هايدريشن. اوكي، حيصير عندي شنو دي هايدريشن؟ شنو هالمجموعه اللي عندي هسه؟ انا عندي هاي اتش وعندي هذا او اتش، فبكل بساطه راح اسحبهن سوية حتى يكونون ايش؟ H2O. راح اسوي dehydration، راح اسحب ال H وال OH، راح يتكون عندي شنو شبابنا؟ راح يتكون عندنا المية وال H2O. زين، dehydration. زين، فهاي الكربون من فقدت ال OH مالتها وفقدت همات هيدروجين. زين، يعني هسه شلون راح تعوض هاي الفراغات اللي خسرتهن؟ شلون حتعوض هاي الاواصر اللي خسرتها؟ بكل بساطه راح ترتبط ويا الكربون بعصره مزدوجه. شوفوا هنا أنا. هاي هنا أنا. شلون ارتبطت بعصره مزدوجه؟ ليش؟ لان خسرت مجاميع فعاله فتحتاج تعوضها، فحترتبط بالكربون بصفها بعصره مزدوجه. طبعا الاتش اللي طلعت هي مو هاي، سوري انا غلطت هنا أنا. الاتش اللي طلعت هاي هنا من هاي الكربونه طلعت اتش. زين، وتفاعلت ويا الاو اتش هذا وطتني الماي. زين، هاي الاتش يعني بقت ما صار لها شيء. زين شبابنا، فهسه صار عندي هذا المركب اللي هو شو اسمه كروتونول اي اس بي. كروتونول اي اس بي، كروتونول اي اس بي ايش راح يصير له؟ ريدكشن بروسيس، ات ويل ريدكت ريدكتد باي انول ريدكتيز. راح يصير له ريدكشن عن طريق هذا الانزيم اللي اسمه انويل ريدكتيز. زين، بوجود ال NADPH، لان ال NADPH، ال NADPH هو ريديوزينج ايجنت. الريديوزينج ايجنت هو الجزيئه التي تحتوي على هيدروجين، فبما انه هو يحتوي على هيدروجين اذا هو مصدر الهيدروجين، راح يعطي هيدروجين للجزيئه مالتي اللي هي كروتونول
يس بيبل تيل حيصير ريدكشن، فمثل ما نشوف ضاف وين ضاف له ايش؟ ضاف له هيدروجين هنا وضاف هنا هيدروجين فصارت اتش2 وب اتش2، كان اتش ب اتش صار اتش2 ب اتش2. شوف هنا اتش اتش وهنا الجوا صارت اتش2 اتش2. زين هاي العمليه يسموها ريدكشن، والاواصره المزدوجه راح تنفتح. فهسه خلينا نحاول نعيدها حتى نحفظها سويه. زين فعندنا اول شيء اسيتيل اي اس بي ومالونيل اي اس بي. قلنا الاسيتيل اي اس بي راح يرتبط بالمالونيل اي اس بي، وذولا هم نفس الستركتشر الاسيتيل اي اس بي والمالونيل، بس الفرق بيناتهم ان هناك عندي سي اتش 3 بالاسيتيل، بالمالونيل هم عندي سي اتش بس مو سي اتش 3، سي اتش 2 مرتبطه بسي او 2. زين مرتبطه بكاربوكسيل. ايش راح اسوي له بعدين اني؟ عن طريق انزيم اسمه كيتو اسل سينثيسس راح يربط لي ذني الجزيئتين، فعندي هنا راح تنفقط الاي اس بي هاي راح تطلع، ومن هنا راح يطلع عندي السي او 2. زين وراح يرتبطوا مع بعضهم حتى يكون مركب هم هو كيتون وهم هو اسيتيل، لهذا صار اسمه الانزيم ايش؟ كيتو اسل سينثيس. زين فبعد ما تكون هسه عندي هالمركب ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ريدكشن بروسس عن طريق كيتو اسيد ريدكتيز راح يسوي الاختزال. فايش راح يسوي شبابنا؟ هاي الدبل بوند او راح يضيف لها هيدروجين. زين وراح يضيف الكربون ايضا هيدروجين. فالمهم راح يصير عندي او اتش ب اتش. زين او اتش ب اتش. زين هاي عن طريق ريدكشن ضاف لهم هيدروجين. بعدين يصير عندي ديهايدريشن عن طريق هيدروكسي اسيل ريدكتيز داي هايدريتيز سوري اوكي هاي ثلاثه هيدروكسي اسيل داي هايدريتس. ايش راح يسوي؟ يسوي ديهايدريشن. اوكي بعدين بعد ما صار ديهايدريشن اني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دبل باوند، راح تكون هذا الكروتينال اي اس بي، هذا الكروتينال اي اس بي راح يصير له ريدكشن باي انون ريدكتيز. الانون ريدكتيز ايش راح يعطيني؟ يعطيني هالمركب الاخير اللي هو البيوترال اي اس بي. زين زين نكمل. ذا مين سورس اوف ان اي تي بي اتش. هسه نجي نتكلم مين بدنا نحصل احنا الان اي دي بي اتش. الان اي تي بي اتش الان اي تي بي اتش اني احتاجه بالعمليه مالتي عمود الريدكشن بروسس مثل ما شفنا هنا. انا خلينا نمسح شويه بس احتاجينا او خلينا نمسح يلا. عندنا الان اي دي بي اتش هنا احتاجينها واحتاجينها هنا همات، يعني بمنطقتين انا احتاجيتين. زين فاني كلش احتاجه، فمين احصل هذا انا الان اي دي بي اتش؟ احصله من البنتوس فوسفيت باث واي. البنتوس فوسفيت باث واي شو يعطيني؟ يعطيني ان اي تي بي اتش. زين يعطيني شنو؟ ان اي تي بي اتش. فباعوا هو ايش دا يكتب هنا؟ نفس الحكي مالتي. ايش دا يقول؟ دا يقول ان اي تي بي اتش ان اي تي بي اتش از انفولفد از دونر اوف ريديوسينج اكوفالنت ان باث the reduction of 3 كيتو اسيل هذا المركب الاول اللي حكينا عليه and of 2 3 unsaturated acyl derivative. زين يقول هنا ان اي دي بي اتش احتاجتها بمنطقتين اللي شوفته لكم قبل شويه بالمعادله، بالمنطقه الاولى شوفته لكم والمنطقه الثانيه. زين فانا احتاجها بمكانين بالسينثيسيس مالت الفاتي اسيد. زين the oxidative reactions of pentose هاي زين of pentose phosphate pathway are the chief source of hydrogen required for reductive synthesis of fatty acid. اذا المصدر الاساسي للهيدروجين هو من هو بعمليه السينثيسيس مال فاتي الاسيد هو البنتوث فوسفيت pathway. زين البنتوس فوسفيت باثواي هو مصدر
الهيدروجين الأساسي بعملية تكوين إيش؟ synthesis of fatty acid. زين. وشبابنا عندنا الأنسجة يقول لنا مثل ما طرفت ملاحظة يقول لنا tissue specializing in active lipogenesis. Liver عندنا adipose tissue and lactating mammary gland also possesses an active pentose phosphate pathway. تقول ذن الأنسجة اللي هنا يسمون عملية الليبوجينيسيس الليفر عندنا النسيج الدهني اللاكتيتينج ماماري جلاند هاي ذن الأنسجة شبابنا هم يسمون الليبوجينيسيس وهم يسمون أكتيف بنتوس فوسفات باثوي اللي ذن الأنسجة هنا مختصات بالليبوجينيسيس فيحتاجن مصدر الهيدروجين زين فمعناته أنا لازم أخلي بهالتيشيوز البنتوس فوسفات باثوي حتى أحصل هيدروجين وتم عندي عملية synthesis of fats زين زين حلو شبابنا حلو moreover both metabolic pathways are found in cytosol of the cell so they are not so there are no membranes or permeability barriers زين that against the transfer of NADPH زين فهنا أنا أقول شبابنا هنا أنا بما إنه السينثيسس راح يصير يعني مالت الدهن وأيضا البنتوز فوسفيت بنفس الخلية بالسيتوسول نفسه زين فما راح يكون أنا عندي فتبيرياس تحتاج تعبرها ل NADPH حتى توصل المن توصل طبعا لل لل للتشو دي يصير بي الليبوجينيسيس هسه خلنا نرسم رسمة بسيطة هنا أنا عندي مثلا هاي الخلية ثواني خلنا نطوخها شوية عندي مثلا هالخلية هاي سيل نمبر 1 سيل 1 عندي هنا أنا بلود فيزل اوكي هذا بلود فيزل وعندي هنا أنا سيل 2 هذا مثلا يعني سيل 2 هنا أنا عندي نواة ومدري ايش العضيات هنا عندي نواة وعضيات ومدري شنو المهم ف هنا اللي يصير عندي بالخليه رقم واحد ليبو جينيسيس اوكي ليبو جينيسيس وهنا انا دي يصير عندي هاي مثلا هذا سبيل مثال مثلا دي يصير عندي خلينا نقول الفوسفيت الفوسفيت بنتوز فونت فوسفيت بنتوز باثوي زين فهذا هنا راح يتكون عندي شنو راح يتكون هنا عندي ان اي تي بي اتش زين وهنا انا احتاج مصدر الهيدروجين فهذا الان اي تي بي اتش حيضطر مثلا انه اول شيء يخترق هذا البارير الاول الدرع مات البلود فيزلز اختراقه يخترق هذا الدرع الثاني يخترق بعدين يلا حيوصل هنا المنطقة اللي هي الانترستيشيال بعدين حيضطر يخترق هذا البيريال الثالث يلا عود يوصل للخلية اللي بيها شنو الدهن بس اذا هم اصلا يعني هو دي يقول ان هم بنفس الخلية يعني هنا بالخلية رقم واحد هم دي يتكون عندي NADPH وهم دي يتكون عندي الدهن فبالتالي الـ NADPH ما راح يحتاج يعبر بيريز لان هم اثنيناتهم دي يتكونوا بنفس الخليه اوكي بالسيتوسول سيتوسول يعني السيتوبلازم زين فهاي الفكره اللي حبيت اريد اوضحها زين كمل نكمل other sources of NADPH include the reaction that convert malate to pyruvate catalyzed by malic enzyme هل ال NADPH يجيني بس انا من ال من ال الفوسفيت بنتوس باثوي هيل نو يجيني من other source من مصدر اخر اللي هو طبعا من المالك انزيم المالك انزيم او هو ال NADP مالت ديهايدروجينيز ايضا اسمه اوكي
هذا هم يعتبر مصدر ال NADPH. مين راح شلون راح يسوي هالعملية؟ راح يحول لنا المالايت الى بايروفيت. شلون حيحوله؟ طبعا حيسحب منا هيدروجين، اوكي، حيسحب منا هيدروجين. هالهيدروجين بما راح ترتبط بال NADP، فراح تكون عندي ال NADPH، وايضا حتكون عندي بايروفيت، والبايروفيت ممكن يتحول بعدين الى اسيتيل كوي وترجع عندي دوره كريبس تنعاد. زين، فهو المهم هذا الانزيم المالك انزيم او ان اي دي بي مالت دي هيدروجينيز راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني ايضا الان اي دي بي اتش او مصدر الهيدروجين. زين، وايضا عندنا المصدر الاخر اللي هو الاكسترا ميتوكوندريال ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. هذا المصدر الاخر، بس هذا يعني بشكل عام ما يعتبر مصدر ثابت، يعني مو دائما يستخدم، بس هذا يستعمل اغلب الشيء بالريمنتس. الريمنتس اللي هن صراحه ما اعرف شو معنى الريمنتس، بس يمكن نوع من الحيوانات، اوكي. زين، فالمهم الايزوسيتريت دي هيدروجينيز بشكل عام هذا ما يعتبر يعني مصدر مهم فقط بالريمنتس. زين، فهنا ذني مصادر ال NADPH. خلنا نجي نعددهن. أول مصدر من هو؟ أول واحد عندنا البنتوز، فوسفيت باثوي. زين، باثوي. ثاني مصدر من هو؟ ثاني مصدر عندنا قلنا المالك، انزيم. والثالث حسب ما اتذكر كان هو ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. زين، فذني الثلاث انزيمات هن مصدر ال NADPH، بس هذا قلنا اغلب شيء بالريمنتس، موجود بالريمنتس. زين، فهاي الملاحظة مهمة. زين، خلينا نكمل. Acetyl CoA is the principal building block of fatty acid. الأسيتيل كو اي هو البلوكة الأساسية في السينثيسيس اوف فاتي اسيد، اوكي، بعد الجلوكوز. طبعا هو الجلوكوز راح يتحول الى اسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي راح يبدي لي دورة كريبس، راح يبدي دورة كريبس، دورة كريبس اللي حيحصل منها ستريت، والستريت قلنا عن طريق انزيمات راح يتحول الى فاتي اسيد. فاللي بدا هالعمليات يعني طبعا بشكل اساسي بعد الجلوكوز هو الاسيتيل كو اي، فهو نعتبره principal building block، البلوك الاساسيه في البناء مات الفاتي اسيد. زين، فاسيتيل كو اي يتكون طبعا من جلوكوز عن طريق اوكسيديشن اوف بايروفيت. زين، مثل ما قلنا البريكيرسر الاساسي مالتنا هو الجلوكوز، الجلوكوز حيتحول الى بايروفيت. زين، والبايروفيت راح يصير له اوكسيديشن داخل الميتوكوندريا وراح يتحول الى اسيتيل كو اي. زين، بس هذا الاسيتيل كو اي دي يقول doesn't diffuse rapidly into extra mitochondrial cytosol، يعني ما يقدر يطلع الى السيتوبلازم بسرعه او بكميات كبيره. زين، اوكي. After condensation of acetyl CoA with oxaloacetate، مثل ما شفنا بالبدايه مالت المعادله، او لا ما مذكور هالمعلومه. الاسيتيل كو اي طبعا ويا الاوكسالوأسيتات يعطيني ستريت. طبعا خلنا نشوفكم دورة ستريت. الستريت سايكل، هاي. زين، هاي دورة ستريت.
شوفوا دورس تريد باعوا عندي هذا الاسيتيل كو اي مالتي. شوفوا تشوفون الاسيتيل كو اي هذا هنا أنا. ويا الاوكزالو اسيتيت اعطاني ستريت زين وراح يطلع كو اي. من يتحد الاسيتيل كو اي ويا الاوكزالو اسيتيت الكو اي يطلع برا. فهي ملاحظه مهمه. زين نرجع. زين فهو من هنا هو يقول نفس الشيء. يقول اسيتيل كو اي كومبايند وذ اوكزالو اسيتيت ان سيتريك اسيت سايكل، بس ما قال انه حيت كونسنتريت. فانتبهوا الاسيتيل كو اي من يرتبط ويا الاوكزالو اسيتيت يكون عندي سيتريت. زين هاي داخل الميتوكوندريا. زين بعدين هذا الستريت هذا زين is translocated into the extra mitochondrial. احنا مو اتحدوا هسه عندنا الاسيتيل كو اي والاوكزالوسيتيت، حيتكون عندي كومباوند. هذا الكومباوند اللي هو مثل ما قلنا ستريت او الايزوستريت هو بالضبط يعني الايزوستريت او ستريت. المهم ستريت يا شباب لما تكون راح يطلع حيصير له translocated، راح يطلع برا into extra mitochondrial عن طريق tricarboxylate transporter. بس انتبهوا ايش وقت يطلع برا ستريت الستريت اوكي ايش وقت هذا يطلع برا الميتوكوندريا من الريدين كون فاتي اسيد، لانه من راح يطلع برا راح تكون عندي فاتي اسيد. وش وقت تكون عندي فاتي اسيد؟ من انت قاعد تاكل، من انت عندك جلوكوز هواي بجسمك، عندك اي تي بي هواي بجسمك، لازم تخزن هاي الطاقه. زين فراح يطلع ستريت برا. بس انت اذا اصلا طاقة مالتك بجسمك قليلة، جلوكوز قليل، ما راح يصير عندك هاي الدورة. فانتبهوا هالملاحظة مذكورة، بس هي مهمة هالملاحظة. اوكي؟ فراح يطلع ستريت برا الميتوكوندريا اذا كان عندك جلوكوز هواية وانت بالفيد ستيت، يعني انت اكلت طعام اكلت طعام زين بكربوهيدرات. اوكي فراح يطلع ستريت برا الميتوكوندريا بوجود طبعا عن طريق يا انزيم يطلع هذا الستريت اللي هو طبعا الترايكاربوكسيليت ترانسبورتر هذا. زين اوكي شبابنا زين خلينا نكمل. which in the presence of CoA and NTP it undergoes cleavage to acetyl CoA and acetyl oxaloacetate catalyzed by ATP citrate lyase which increase in activity and will feed state. زين هنا انا بدي اقول لك هذا بعد ما طلع برا هو مو تكون من اسيتيل كو اي اوكزالوسيتيت، فراح يصير له تحلل الستريت. اوكي عن طريق هذا الانزيم اللي اسمه ستريت لايز، اي تي بي ستريت لايز. ومن اسمه ستريت لايز يعني راح يحل اللايز، راح يعطيني المكونات اللي تتكون منها لاسيتيل كو اي اوكزالوسيتيت. وهذا الاكتيفيتي مال الانزيم راح تزداد اذا انت قاعد تاكل طعام هواي، لان انت كل ما قاعد تاكل طعام هواي كل ما انت قاعد تكون ستريت اكثر. فراح تحتاج انه هذا الانزيم تزداد الاكتيفيتي مالته حتى يقدر يحول هاي الزياده من ستريت الى ايش؟ يحولها طبعا بعدين الى اوكزال اسيتيت واسيتيل كو اي. زين فلهذا حتزداد اكتيفيتي مالته بالويل فيد ستيت. ذا اسيتيل كو اي ذن افيلبل فور مالونيل كو اي. هذا الاسيتيل كو اي بعدين راح يتحول الى مالونين عن طريق البروسس اللي ذكرناها بالبدايه. راح تبدي البروسس اللي ذكرناها بالبدايه، يعني ترى هالخطوات هي اول شيء يصير. هالخطوات هسه بدنا نحكي عليها هسه هي اول شيء يصير، بعدين يلا تكون عندنا المالونين. اوكي اول شيء لازم يطلع تصير عندنا ستريت سايكل، كان عندنا ستريت يطلع برا ستريت ينكسر ستريت الى ايش؟ اسيتيل كو اي اوكسالو اسيتيت. الاسيتيل كو اي ايش راح يصير له بعدين؟ راح يتحول الى المالونين كو اي عن طريق الانزيمات والعمليات اللي ذكرناها مسبقا، فما يحتاج نكررها. وبعدين راح يتكون عندنا من المالونين كو اي راح تكون عندنا البالميتيت. زين the resulting oxalo acetate can form malate. الاوكسالو اسيتيت راح يكون المالايت عن طريق ال NADH لينكد مالايت دي هيدروجينيز. هذا الانزيم راح يكون لنا المالايت من الاوكسالو اسيتيت. زين بعدين ايش راح يصير؟ بعدين راح المالايت يتحول الى بايروفيت عن طريق هذا الانزيم اللي ذكرناه بالبدايه اللي هو المالك انزيم. وايش راح يتكون عندي عن طريق هذا المالك؟
NADPH. ملاحظة جدا مهمة. The NADPH became available for lipogenesis. NADPH مثل ما نعرف نحتاجه بالعمليات مال تحويل synthesis of fatty acid اللي ذكرناها بالبداية. والبايروفيت اللي تكون من الماليت ايش راح يصير له؟ راح يرجع يكون اللي اسيتيل كو اي بعد ما ينقل الى الميتوكوندريا. زين هسه نجي نتكلم على elongation of fatty acid chain. هنا elongation معناته راح نطول السلسله مالت الفاتي اسيد اللي راح نضيف لها كاربونز. وين تصير هالعمليه الالونجيشن؟ ان ذا اندوبلازميك ريتيكولوم. زين يعني بالشبكه السيتو الشبكه الاندوبلازميه. The pathway this pathway is microsomal system elongate saturated and unsaturated fatty acetyl CoA okay from C10 upward. يعني مهم هذا النظام هذا السيستم اللي حيسوي elongation الفاتي اسيد اللي راح يضيف لهن يعني كربونات يسوي هالعملية المن الفاتي اسيد اللي مرتبطة بايش؟ مرتبطة بأسل كو اي فاتي أسل كو. يعني هنا عندنا فات عندنا دهن مرتبط بأسل كو اي اوكي مرتبط او مرتبط بكو اي. زين وذرات الكربون لازم تكون من 10 الى اعلى. ذرات الكربون مش قد من 10 الى اعلى سواء كان المركب الفات مالتنا ساتوريتد او انساتوريتد ويحتوي كو اي وعدد الكربونات من 10 الى اكثر. اذا هذا نقدر نسوي له elongation عن طريق هذا السيستم. زين راح الالونجيشن طبعا كم كربون يضيف له؟ 2 كربونز بس يعني حيضيف له اسيتيل باو راح يستعمل المالونيل كو اي اس اسيتيل. زين المالونيل كو اي هذا اللي تكون حيكون فايده كمصدر للاستيليشن راح يعطينا اسيتيل المالونيل كو اي. زين وهمات عن طريق الان اي تي بي اتش اللي حنحتاجه كعامل مختزل. ومثل ما قلنا هالعمليات هي ضمن هذا السيستم المات الالونجيز. اوكي الالونجيز سيستم هو سيستم اللي راح يطول السلسله مات الفاتي اسيد. زين فهذا السيستم راح يستعمل المالونيل كو اي كدونر للاسيتيل وحيستعمل ايضا الان اي دي بي اتش كعامل مختزل. زين معطيني ملاحظه مهمه جدا مهمة. elongation of sterile coi in the brain increases rapidly during myelination in order to provide C22 and C24 fatty acid for sphingolipids. هنا أنا أقول elongation دي يصير بالنسبة للستيرال coa. باعوا عندنا هنا الفاتي أسيد اللي هو ستيرال مرتبط coa. زين هاوان دي يصير هالعملية طبعا بالبرين. هذا الالونجيشن راح يصير له increases. زين حتى نحصل على فاتي اسيد 22 كربون او 24 كربون. ايش وقت يزداد هذا من يصير عندنا عمليه المايلينيشن. مايلينيشن تعرفون انتم هذا المايلينيشن اللي تكون على على شو اسمه على المحور مات الخليه العصبيه اكو فت غشاء هو يسمونه المايليت اللي هو نفس هي عمليه المايلينيشن عمليه تكوين هذا الغلاف. فحنحتاج بعمل تكوين سفينجوليبيدز. فالسفينجوليبيد مين راح تشيل من هاي الكربونات ومن اثنين C22 او C24 فلهذا الالونجيشن اوف ستيرال كو اي راح يزداد. زين اي هسه نجي نحكي على الريجوليشن. طبعا الريجوليشن ما راح اعقدها عليكم بس مثل ما قلنا شو انا حكيتها اوريدي قبل قلت لكم انه الجسم ايش وقت يسوي عملية تكوين الدهون من انت عندك كربوهيدرات هواية من عندك اي تي بي هواية. زين مباشرة الجسم مالتك راح يستغل هاي الكربوهيدرات بدل ما تستهلك بسرعة لا راح يحولها الى فاتي دهون ويخزنها بالجسم وعاد من يحتاجها راح تتحرر وتحصل انت هالطاقة. زين هاي اذا انت كان مالتك الفيد ستيت ويل قاعد تاكل تاكل بكربوهيدرات بس اذا انت اصلا ما قاعد تاكل اكل بكربوهيدرات فهذا هاي السلسله وهاي الانزيم المسؤول عن تكوين الفاتي اسيد راح يصير لها انهبيشن. زين لان انت ما قاعد تاكل اصلا يعني كربوهيدرات وهاي انت قاعد تحتاج الطاقه انت ما تريد تحولها الى دهون. زين فحيصير لها انهبيشن. انهبيشن اذا انت ما قاعد تاكل اكل بكربوهيدرات او انت قاعد تسوي ستارفيشن قاعد تجوع نفسك. زين
اصلا بالعكس، من انت جوا نفسك راح يصير عندك ليبولايسس، ما يصير عندك ليبوجينيسس، يصير عندك ليبولايسس اللي هو تحلل الدهن مو تكوين الدهن. زين، اسيتيل كو اي كاربوكسيليز از ذا موست امبورتنت انزيم ان ريجوليشن اوف ليبوجينيسس. ان هذا يحكينا على اهميه الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز. الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز هو اهم انزيم طبعا بالليبوجينيسس. طبعا هذا الانزيم الى الستريك بوزيشن. الستريك مثل ما نعرف يعني الانزيم هذا له موقع نقدر نسوي بي اكتيفيشن ونسوي انهبيشن، اوكي؟ فهو هذا معنى الستريك، يعني يحتوي على مكان. هذا المكان اذا ارتبط بجزء معين ممكن يسوي له ستيميليشن، او اذا هاي الجزء ممكن يسوي له انهبيشن، اوكي؟ حسب الجزء راح ترتبط بالالستريك سايت. زين، فالالستريك سايت هذا يصير له اكتيفيشن باي ايش؟ باي سترات. السترات راح يزيد من الاكتيفيتي مالت الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، حيزيد من الاكتيفيتي مالته. زين، بوجود منه السترات. زين، هاي شو وقت بالويل فيد ستيت، من انت تاكل قاعد هو عندك انت هواي سترات، فالسترات راح يتحلل الى اسيتيل كو اي، وايضا الى مثل ما قلنا اوكسالاسيتيل. بنفس الوقت ممكن يرتبط بالالستريك سايت مالت الانزيم، يسوي له اكتيفيشن، بالتالي راح يصير اكتيفيشن لهذا الانزيم اللي هو الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، بالتالي راح يصير عندي عمليه الليبوجينيسيس. اذا صار عندي تحفيز للليبوجينيسيس عن طريق الستريت. زين، ستريت مايت كونفرت ذا انزيم فروم ان اكتيف دايمر تو ان اكتيف بوليمر. طبعا هاي ملاحظه مهمه. هو بشكل عام الانزيم هذا له شكلين، يعني شكل بوليمر يعني عباره عن جزيئات مرتبطه مع بعضها البعض. فنفرض مثلا هاي جزيئه، اوكي، هاي وحده، فيب راح يظل هيك شيء وحده مرتبطه باللخ، اوكي. هذا معنى عباره راح يكون بالاكتيف ستيت بهالشكل شباب، انه بشكل بوليمر، بس بالانكتيف ستيت حيكون دايمر، بشكل دايمر يعني هيك دايمر، حنلقى همات دايمر هيك يعني تقريبا. زين، حنلقاه يعني بهالشكل تقريبا دايمر، اوكي. هاي بيا حاله هاي الانكتيف. زين، وهاي الفوق الاكتيف ستيت. زين، اوكي. ف straight convert the enzyme from inactive dimer to inactive polymeric form having a molecular mass of several millions. المولكيولر ماس، الكتلة المولي مالته عدة ملايين. inactivation is promoted by phosphorylation of enzyme and by long chain acyl CoA. يعني احنا هذا البوليمر هذا اذا ضفنا له مجموعة فسفور يعني phosphorylation، او مثلا ويا لونج تشين اسل كو اي، هاي الاسل كو اي، زين، عن طريق هاي السببين راح يتحول من الاكتيف الى ايش؟ الانكتيف اللي هي الدايمر، من نضيف له فسفور. زين شبابنا، اوكي. An example of negative feedback inhibition by a product of a reaction. فهنا يقول لنا نفس قاعدة لوشاتلي، إذا صار أنت عندك زيادة بالنواتج فش راح يصير يا شبابنا؟ راح يتجه التفاعل بالاتجاه المعاكس نحو المتفاعلات. زين، فهو هذا راح يصير هنا. فشون راح يعني شخص دان بالضبط، راح أقول لكم شخص دان بالضبط. Thus if acyl CoA accumulate because it's not esterified quickly enough or because increase lipolysis or an efflux or of fatty acid into tissue, it will accumulate. It will automatically reduce the synthesis of new fatty acid. فالأصل CoA زين إذا صار له accumulation بسبب إنه ما قاعد يصير عملية esterification بسرعة، أو مثلاً بسبب عملية lipolysis، او مثلا انفلكس يعني دخول الفاتي اسيد الى الانسجه، هالاسباب كلها حتخلي يا شبابنا accumulation of acyl CoA. فمن يصير acyl CoA accumulation راح يتحول هذا الانزيم من الاكتيف فورم الى الانكتيف.
زين مثل ما وضحنا قبل شوية راح يصير inactive. زين أصل كو اي هسه هنا وصلنا اوكي. أصل كو اي may also inhibit the mitochondria tricarboxylate transport, this preventing the activation of enzyme by inhibit transport of citrate from mitochondrial into the cytosol. Acetyl CoA carboxylate is also regulated by hormones such as glucagon, epinephrine, and insulin via change in phosphorylation state. زين؟ فهنا أنا أقول الأسيتيل CoA يقول لك هم ممكن يسوي inhibition المن للميتوكوندريال تريكاربوكسيليت اللي هو هذا قلنا مهم في نقل السترات إلى خارج الميتوكوندريا. بعدين قلنا هاي السترات راح يتحلل إلى أسيتيل كو والأسيتيل عن طريق هذا الإنزيم اللي هو الكاربوكسيليز راح يتحول إلى مالونين. بس إذا أصلا منعنا خروج السترات راح يصير عندي inhibition لهالعملية وinhibition لهذا الإنزيم. فهو هذا دي يوضح لكم هنا أنا. ويقول لك هم اكو انزيمات اخرى او العفو هرمونات تحفز هاي العمليه. منو من ذن الانزيمات؟ عندنا طبعا جلوكاكون ابينفرين. طبعا جلوكاكون والابينفرين يعتبران انهبيتر. انسولين يعتبر انديوسر. فهاي ملاحظه مهمه. زين اوكي. نجي على الرسالة. Pyruvate dehydrogenase is also regulated by acyl CoA. هنا أنا مهم كلش مهم على السلايد. مهم دي يقول acyl CoA causes inhibition of pyruvate dehydrogenase. المهم شبابنا باختصار المهم بهذا السلايد أنا حطيكم الزبدة مالته. إذا صارت عندك نسبة الـ ATP على الـ ADP إذا صار زيادة بهاي النسبة فراح يصير inhibition الـ pyruvate dehydrogenase. اوكي والبايروفيت ديهيدروجينيز مهم في تكوين ال NADPH اللي نحتاجه بعمليه تكوين السينثيسيس اوف فاتي اسيد. زين او مهم اصلا بتكوين الاسيتيل كو اي. بالتالي ما راح يصير عندي سينثيسيس للفاتي اسيد شو وقت من يصير عندي زياده بالريشيو مالت ال ATP على ال ADP. زين فراح يصير ان اكتيفيشن هذا الانزيم وبالتالي ما راح يصير عندي synthesis للفاتي اسيد. فهي هم تعتبر regulation للبروسيس هاي. همات من يصير عندي زيادة بالأسل أسيتيل كو اي على الكو اي وهمات لل NADH ويا ال NAD. زين إذا صار زيادة بهاي الراتيوز أيضا انهبت هم حيصير inhibition للبايروفيت ديهيدروجينيز وما راح يصير عندي مثل ما قلنا عملية تكوين الفاتي اسيد حيصير لها inhibition. اخر سلايد انسولين also regulates lipogenesis by other mechanisms. انسولين هم يأثر على هاي العملية مثل ما قلنا الانسولين يعتبر stimulator هم يرتبط بالالستريك سايت ويحفز هذا الانزيم اللي هو الكاربوكسيليز. زين انسولين اذا قلت stimulate lipogenesis by several other mechanisms as well by increasing acetyl CoA carboxylase activity مثل ما قلنا it increase the transport of glucose into cell and deposit tissue. زين فهو حيساعد في نقل الجلوكوز الى خلايا مثلا بالاديبوست تيشو همات حيزيد من الوفرة مات البايروفيت for fatty acid synthesis and glycerol 3 phosphate for esterification. زين of the newly formed fatty acid. يعني الانسولين اللي هو فوائد انه اول شيء حيزيد من الاكتيفيتي مال الكوي كاربوكسيليز وايضا حيزيد من النقل مال الجلوكوز الى الخلايا خاصة الاديبوز. ايضا حيزيد لي من وفرة البايروفيت لان البايروفيت اصلا حصل من الجلوكوز بالتالي راح يتكون انا عندي فاتي اسيد عن طريق ستريك سايكل. زين وايضا حيتكون عندي جليسرول 3 فوسفيت. الجليسرول 3 فوسفيت احتاج انا بالاسترفيكيشن مثل ما تعرفون الجليسرول ويا الفاتي اسيد ويا 3 فاتي اسيد تكون عندي الترايجليسرايد او تاج يسمونه. زين او همات اند اولسو كونفيرت ذا انكتيف فورم اوف بايروفيت ديهيدروجينيز تو اكتيف فورم ان اديبوس تيشو. فحيحول البايروفيت ديهيدروجينيز من الانكتيف الى الاكتيف. اوكي زين وبعدين ايش راح يصير همات بس وين هالعملية تصير بالأديبوستيشيوم مو بالليفر.
Insulin also by its ability to depress the level of intracellular cyclic AMP inhibit lipolysis in adipose tissue. هو هما راح يسوي inhibition لل cyclic AMP, بالتالي ما راح راح يصير عندنا ايش, راح يصير عندنا inhibition للليبولايسيس ان adipose tissue, ما راح يصير عندنا تحلل للدهن زين, and thereby reduce the concentration of long chain acyl CoA زين and inhibitor of lipogenesis زين. هما دي يقول راح يقلل من تراكيز اللونج تشين اسيل كو اي. مثل ما نعرف الاسيل كو اي هذا هو انهبيتر للليبوجينيسيس زين. فالانسولين باختصار شنو يعتبر شبابنا؟ الانسولين محفز للليبوجينيسيس وانهبيتر للليبولايسيس. الابينفرين والجلوكوكون بالعكس انهبيتر للليبوجينيسيس انديوسر للليبولايسيس. سو this is an important note to be considered, which